اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد عن الابراج. والنهارده هنتكلم عن اهم النصايح والتوقعات لبرج العذراء لشهر مارس 2021. يعني مش عارفه اتكلم، عندي مشكله رهيبه في سناني وده اللي مخليني مختفيه الفتره دي، ومش عارفه اعمل اي حاجه اصلا. عامل دي عمليات وحاجات كتيره بعملها في سناني، فمش قادره اتكلم يعني. طيب هنتكلم عن برج العذراء ونتكلم عن ايه اهم مشاعر مسيطره برج العذراء، طاقه مسيطره عليه، اهم النصايح اللي احب اقولها لبرج العذراء. اول حاجه عايز احيي برج العذراء اللي هو الاعلى نسبه مشاهده دايما عندي على القناه. تقريبا القناه عندي مبنيه على برج العذراء وبرج الحمل، برج الثور، برج العقرب، وبرج السرطان برضو، حوت، يعني شكرا ليكم، ميزان كمان، دلو. الابراج دي نسبه مشاهدتها عاليه جدا عندي. طيب برج العذراء الفتره دي شايفاك في فتره توهان شويه، او يعني شايفاك متضايق، يعني مش مبسوط. يعني عذراء من الابراج اللي عندها ستريس كتير قوي الفتره دي، حاسس ان انت مقصر في حاجات كتيره جدا، زعلان من نفسك، متضايق، مشتت، متوتر، بتفكر كتير جدا، حاسس ان انت في حاجات كتيره ممكن تعملها وانت متاخر فيها، يعني كانك كنت ضايع كده، وخاصه اواخر فبراير واوائل مارس. مش عايز اقولك انت مش بادئ مارس بقوه خالص، يعني مارس بالنسبه لك شهر مش سهل خالص، شهر صعب. برج العذراء كمان شايف ان انت بتحاول ان انت يعني بتحاول تفوق، يعني انت كويس ان الفتره دي انت عمال تقول ايه بقى، كفايه اللي حصل وانا لازم ابتدي بدايه جديده، وانا ضيعت وقت كتير جدا، وعشان كده اتس تايم بقى ان انا اقوم وافوق نفسي وابدا من اول وجديد. فدي حاجه كويسه ان انت بدات تفوق، فانت بدات اللي هو ايه، يعني بدات تفوق لنفسك، بدات ان انت تقول لا enough. ناس كتير جدا زعلانه منك يا برج العذراء، عندك مشاكل مع اصدقائك، مشاكل في العيله، يعني عندك مشاكل كتير في العيله، ممكن يكون ناس قريبه منك كتير زعلانه منك، ففي عندك في العيله توتر، وعندك في نطاق صداقاتك برضو في توتر قوي. يعني مثلا ممكن يكون واحد صديق ليك زعلان منك، انت مؤثر او مؤثر في صداقاتك، يعني مش مهتم بصحتك خالص، مش مهتم بنفسك. يعني انا مش عارفه ليه عذراء، ممكن نفوق، يعني بما ان انا عذراء انا كمان، يعني انا عندي مشاكل فعلا برضو، نفس المشاكل بقولها لكم ممكن تكون عندي انا كمان. يعني مش يا جماعه انا كل شويه بفصل عشان اعمل البتاع دي عشان تعبتني نفسيا، مش عارفه ايه اللي انا عملته ده، بس اوكي. فبرج العذراء انا شايفه ان انتم محتاجين تفوق، محتاجين ريكونسيليشن، محتاجين انتوا دلوقتي تعملوا كشف حساب عن نفسكم، شوفوا الحاجات اللي انتم مقصرين فيها، شوفوا الحاجات اللي انتم محتاجين تتظبطوا فيها، اهتموا بصحتكم، اهتموا بشكلكم، اهتموا بجسمكم. ممكن يكون برج العذراء الفتره دي اما وزنك قل جدا يا اما وزنك زاد جدا، شوف ايه الحاجات اللي انت محتاج تعملها عشان ترجع تاني تظبط نفسك. ماديا برضو عندك دروب قوي جدا بسبب مثلا انت في حاجات اهملتها، بسبب ان كان في حاجات لازم تخلصها ما عملتهاش اون تايم، فانت برضو السبب في تاخر او المشاكل الماديه اللي عندك دي برضو انا شايفه ان انت السبب فيها يا برج العذراء. طيب انا شايفاك تعبان نفسيا وجسديا وصحيا وروحيا وعاطفيا كمان. قولوا لي القراءه دي بتتفق معاك ولا لا، قولوا لي اتفرج على فين انتوا برج ايه. في يوم او ايام عايز احذر منها يا برج العذراء، يوم الخميس اللي هو هيبقى تقريبا يوم 14. الخميس هيبقى يوم ايه؟ ثانية، بكرة 10، الخميس اللي هو الجاي ده على طول. النهاردة يوم 8 9 10، تقريبا هيبقى 11 او 12 3، يعني منتصف الشهر اللي هو خميس جمعة سبت. ما تاخدش اي قرار مصيري في حياتك، هيتم استفزازك، ممكن تحصلك مشاكل من اول يوم، تحس ان الدنيا ملخبطه، اياك حذاري تاخد اي قرارات، مودك هيبقى اوف، عندك مشاكل، ممكن تتعرض لحاجات تستفزك، حاجات تضايقك، فبلاش تاخد اي قرارات، لان الايام دي ممكن يكون عندك عدم توفيق فيها. بس احذر من اخذ اي قرارات مصيريه، او احذر من انت تنفصل عن حد انت بتحبه، او احذر ان انت ترتبط. اي قرار مهم ما تاخدوش في منتصف الشهر اللي هو الخميس الجاي، خميس جمعة سبت، ممكن تبدأ بقى من يوم الحد تعيش حياتك بشكل عادي. عندك كمان يا برج العذراء شوية لا مبالاة، يعني اللي هو بقى ايه، كل حاجة مش فارقة. مثلا ممكن تلاقيك بتتأخر في حاجات مهمة، كان في حاجات مثلا تعملها بتتأخر فيها، فلا مبالاة دي في صحتك او في حياتك مع عيلتك مع اصدقائك ممكن تسبب لك برضو مشاكل.
كمان يا برج العذراء، عاطفيا انا شايفاك غضبان وزعلان ومتضايق، كمان شايف ان انت وحيد، او ان انت مثلا الشخص اللي معاك مش مقدر قيمتك، او شايف ان هو بيستهين بيك او بيستهين بوجودك في حياته، بيحاول ان هو يبتعد او بيحاول ان هو يشوف نفسه عليك، ودي حاجة مزعلاك جدا ومضايقاك جدا يا برج العذراء. فانت حزين وزعلان عاطفيا وغضبان، ممكن تكون قررت تبعد او قررت تاخد موقف او قررت خلاص بقى اللي هو انا مش هبقى، مش هسيب ومش هسامح فانت في عند قوي جدا ما بينك وبين شريك حياتك دلوقتي، بس هو بيحبك، انا شايفاه بيحبك، يعني شريك حياتك اللي انت معاه دلوقتي او الشخص اللي انت بتحبه او الشخص اللي انت مرتبط بيه هو بيحبك جدا جدا، بس انتوا الاثنين زعلانين من بعض. هو زعلان منك علشان هو حاسس ان انت مثلا بتتصرف معاه بغير تلقائيه، مع ان انت تلقائي جدا معاه، وانت زعلان منه ان هو مش مهتم بيك او مش بيديلك قدرك او مش بيحترم مشاعرك او هو غامض او مش بيعبر عن مشاعره او بيروح ويرجع بيتجاهلك، ودي حاجه يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن تضايق برج العذراء ان حد يتجاهله، فحته ان هو يتجاهلك دي بالنسبه لك حاجه مصيريه يعني. فانت متضايق جدا وزعلان جدا وحزين وعايز اللي هو يعني انت عايزه بقى يجي يعتذر لك، يجي طيب خاطرك، انت متضايق من تصرفاته ومتضايق من طريقته، وهو كمان بقى ممكن يكون في حاله زهق، او هو شايف ان انت مثلا مهتم بحاجه تانية، عندك طرف ثالث. هو واضح ان عنده مشاكل كتير في حياته، برضو حياته مش سلسه الشريك دوت، عنده شغل كتير، مهتم جدا بشغله الفتره دي، عنده قرارات مصيريه، عنده حاجات كتيره خاصه بشغله، بس انت متضايق علشان هو انت مش بريوريتي في حياته، انت شايف ان انت مش من الحاجات المهمه جدا بالنسبه له، وهو شايف ان انت بتكبر المواضيع وان انت بتنكد وان انت بتزعل على حاجات ملهاش لازمه، مع ان انت يا برج العذراء بتعدي حاجات كتيره جدا جدا. طب ايه اللي هيحصل؟ انا شايف الشخص ده مستنيك ان انت تقدم، وانت مستني هو كل واحد فيك واقف مكانه مستني التاني يتقدم. انا شايفه ان الموضوع ده مش احسن حاجه في الدنيا، لان كل واحد فيكوا ايه دايما محتاج التاني هو اللي يبتدي. انت يا عذراء فعلا شايف ان انت قدمت كتير جدا، انا شايف ان انت اوريدي عملت اللي عليك وزياده، بالعكس انت بطل تهتم بيه، مطلوب منك انت تتقل الفتره دي، مطلوب منك ان انت تبطل الاهتمام، مطلوب منك ان انت تبطل تكون معطاء، مطلوب منك ان انت تبطل تدعم الشخص ده، يعني خد خطوتين ثلاثه لورا وشوف هو هيعمل ايه او شوف هو هيتصرف ازاي، لان هو واضح ان هو واخد الم في نفسه قوي او شايف نفسه قوي عليك، او حاسس ان هو يعني ايه كتير عليك، او هو شايف نفسه الله ده انا هو المفروض يبقى مبسوط. فانت برج العذراء متواضع جدا، فهو مش حاسس بقيمه المشاعر اللي انت مديها. طيب برج العذراء كمان الفتره دي شايفه ان في شخص من الماضي بيشتاق لك، شخص انت كنت مرتبط بيه او كنت بتحبه زمان وانفصلته، الشخص ده بيفكر فيه كتير جدا، بيتفرج على بيراقبك وعايز يعني فرصة يتكلم معك فيها، بس انا ما اعتقدش ان انت ممكن تفكر في الشخص ده تاني، يعني اشاف ان هو جرحك او ألمك او تعبك او وجعك، حتى مهما هو حصل او مهما عمل انت مفيش اي opportunity ان انت تتكلم معك، بس في شخص من الماضي بيفكر فيك وبيحلم بيك وشايف ان هو خسرك وبيراقبك بقوة. يعني شخص ده من برج ناري على فكرة، ممكن يكون حمل او اسد او قوس، او شخص من برج هو ناري او ترابي، تور عذراء وجدي. طيب مين الطاقات الموجوده حوالين برج العذراء في الحب؟ يوجد طاقات ابراج ترابيه، جدي، عذراء، تور، طاقات ابراج ناريه، حمل، اسد، طاقات ابراج هوائيه، دلو، طاقات ابراج مائيه، عقرب وحوت. اوكي، في حد يا برج العذراء ممكن تكون انت كنت معجب بيه الفتره اللي فاتت، الشخص ده من برج مائي على فكره، وهو مثلا ما كانش حاسس بيك او ما كانش شايفك او ما كانش حاسس انت تستحقه، كان واخد المقلب في نفسه، الشخص ده هتتقلب معاه، هيرجع هو اللي هيجي يهتم بيك، وانت مش هيبقى في دماغك حاجه خالص، بالعكس انت هتقرر ان انت مش عايزه او خلاص انت يعني انت خلاص هتمشي وتسيبه. حبيبك يا برج العذراء هيصالحك اللي انت بتفكر فيه دلوقتي ونيتك ضامر عليك، وهو بيحبك ومشاعره صادقه جدا ناحيتك، هو مشكلته ان هو تقيل عنيد ما بيعبرش عن مشاعره، بيخاف قوي على منظره، بيخاف من الرفض، فبالتالي هو ساكت، او هو شخص بطيء في اتخاذ القرارات، فبالتالي انت كمان خليك بطيء، مش هو بطيء انت خليك ابطا منه، ما تصرحش بمشاعر يا برج العذراء اذا لم يصرح بمشاعره، ما تبداش انت تتكلم عن مشاعرك لان الشخص ده بيحب الناس تقيل، خليك تقيل يا برج العذراء.
شكرا، بحبكم جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني. بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى الفيسبوك. خلي بالك يا برج العذراء، حواليك ناس كتير قوي بتحسدك، حواليك ناس كتير قوي بتبص لك في حياتك. ما تتكلمش كتير عن حاجه انت بتفكر فيها او عن احلامك او طموحاتك، بالعكس ركز ان انت تكون كتوم شويه. شكرا، باي باي، مع السلامه. قولوا لي بتتابعوني من فين، قولوا لي القراءه دي بتتفق معاك ولا لا، قولوا لي يا برج العذراء هل انت فعلا بتفكر في حد والشخص ده تقيل عليك او صعب عليك وانت متضايق وغضبان في الحب ولا لا. قولوا لي بتابعوني فين، انتوا برج ايه. بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك. يا جماعه يعني استعد دلوقتي، انا في مصر 5 الفجر فبعتذر على شكلي يعني. شكرا، باي باي، مع السلامه.